عمهم يعني ولا والدتك او خالتك؟ لا ليهم كلهم يعني، كنت باخد رايهم كلهم. والحقيقه انا عندي ميزه حلوه، ان او ميزه اهلي مدينها لي حلوه، هما بيقول لك رايهم وانت خدي قرارك، مع هما مع او ضد القرار بتاعك هما بيسيبوكي تاخدي قرارك، لكن بيقولوا لك رأيهم عن خبرة او اللي حاسين بيه او اللي شايفينه صح، لكن بيسيبولك انت يعني بيسيبولك انت قرار. فدي ميزة. اغلب الوقت انا بميل طبعا ان انا اسمع كلامهم يعني، عشان ببقى عارفة ان هو عن خبرة، وهم يعني خبرتهم طويلة مش قصيرة. وحتى يعني طبيعي هم نفسهم مع قرارات اللي اخدوها كتير في حياتهم، في بتبقى قرارات صح وفي قرارات لا ما بتبقاش صح. ساعات بيبقى مثلا رفضوا عمل معين، لا والله كان المفروض يعملوه كان هيبقى حلو، يعني حاجات زي ديت، يعني امثله زي ديت. ف بميل ان انا اسمع كلامهم. مطيعه.